أطلق نشطاء بريطانيون منتضى أمام مقر البرلمان البريطاني في لندن اعتراضا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقبلة. المنتضى العملاق يصور الرئيس الأمريكي على أنه رضيع برتقالي اللون، وأجاز مكتب رئيس البلدية صادق خان هذا الأمر، فيما سيلتقي ترامب الذي من المقرر أن يصل خلال أسبوع بالملكة إليزابيث ورئيسة الوزراء تيريزا مي أول زعيمة أجنبية تزوره بعد تنصيبه العام الماضي.